الأخير بخصوص تهجد صلاة التهجد؟ يرجع دائما التهجد وشؤون المسجد ترجع إلى الإمام. الإمام الذي يريد أن يفتح قاعة الصلاة للتهجد ينبغي أن ينسق مع مصالح الأمن. تعلمون بأن التهجد هو اجتماع مجموعة من الناس داخل المسجد في ساعة متأخرة جدا من الليل، ينبغي أن تكون مصالح الأمن على علم، وينبغي أن تكون الإدارة قد أذنت، وينبغي أن يكون الإمام حاضرا. لا نريد أن يدخل الناس ليتهجدوا في المسجد والإمام غائب، لأن احتمال أن يستعمل مكبر الصوت لغرض أو لآخر أو للتشويش أو للفتنة وارد، ولذلك حملنا المسؤولية للإمام وله أن يقدر، فإذا رفض لا يلزمه أحد، وإذا التزم سوف تكون الإدارة بمصالحها جميعا بما في ذلك مصالح الأمن في عونه وفي مساعدته.